الدوائر المتعددة، يمكن إذا تلاحظ في إجابتي على السؤال اللي قبله، أعطت فرصة للمواطن العراقي أن يختار الأصح. يعني عندنا مثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها. طيب، في كل دائرة انتخابية أهل المنطقة هم الأدرى بالشخصيات المؤهلة أن تكون مسؤولة أو قادرة على تحمل المسؤولية لإنقاذ تلك المنطقة. طيب، بالتالي هنا مبدأ الدوائر المتعددة. أولا أبعد الزعامات وأبعد الأحزاب الكبيرة عن أن تتخذ قرارات بصعود فلان على حساب فلان. ثانيا أعطى الدور بشكل مباشر إلى المواطن العراقي في الدائرة الانتخابية نفسها أن ينتخب من هو فارض نفسه بطوال هذه السنوات. لكن النقطة الأهم واللي إحنا حقيقة متبنية هو استقلالية هذا المرشح. أنا أعتقد في المرحلة المقبلة سيحدث تغيير كبير في الوجوه، لكن الأهم في البرلمان الحالي ترى نسبة التغيير كانت ما يقارب 70%. نعم، في هذا البرلمان. نعم، أحسنت. يعني تمام، صحيح. في البرلمان اللي قبله كان بنسبة 60%، ربما البرلمان القادم بنسبة 90%، هكذا تعتقد؟ أحسنت. هنا أنا أريد أستفاد من هذا الطرح. طيب، اللي تفضلت به. التغيير حدث بنسبة 70%، هل حدث تغيير لدى المواطن العراقي أم من سيء إلى أسوأ؟ من سيء إلى أسوأ. شنو السبب؟ أنه القواعد السياسية ثابتة والشخوص متغير. تغيير الشخوص لا يعني شيء للمواطن، التغيير يحدث فقط بمشروع لا يستثني طيف ولا يستثني مكون ولا يستثني شخص ولا يستثني الكفاءات.